بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، شرع لعباده ما يصلح دينهم ودنياهم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم. أما بعد، أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام المواريث في الإسلام، وتسمى المواريث بالفرائض، جمع فريضة مأخوذ من الفرض، وهو في اللغة يطلق على عدة معان، منها الحز والقطع. يقال فرضت لفلان كذا من المال، بمعنى قطعت له شيئا منه، ويطلق الفرض بمعنى التقدير، ومنه قوله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم، ويطلق الفرض بمعنى الإنزال، كما في قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ويطلق الفرض بمعنى التبيين، كما في قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ويطلق الفرض ويراد به الإحلال، كما قال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي أحل الله له، وتطلق الفريضة على ما فرض في السائمة من الصدقة، فيقال فريضة الزكاة في السائمة. والفرض في اصطلاح الفرضيين هو نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وتجتمع فيه المعاني اللغوية المذكورة. وعلم الفرائض هو فقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها، وقيل هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث، والتعريفان متقاربان. وسميت مسائل هذا الفن بالفرائض، مع أن فيها مسائل تعصيب من باب التغليب. وأصل هذه التسمية مأخوذ من قوله تعالى نصيبا مفروضا، أي مقدرا أو معلوما أو مقطوعا. قد دل الكتاب والسنة على أهمية علم المواريث وأهمية تعلمه. أما دلالة الكتاب على أهميته، فلأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تقدير المواريث بنفسه، ولم يفوض ذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فبين ما لكل وارث من النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج، فإن النصوص القرآنية جاءت فيها مجملة، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الفرائض جاءت في القرآن الكريم مجملة، وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. أما المواريث فقد بينها الله في القرآن وسماها حدوده، ووعد من أطاعه بتنفيذها على الوجه الذي بينه جنات تجري من تحتها الأنهار، وتوعد من تعدى حدوده فيها فغير وبدل أو زاد فيها ونقص أو حرم من يستحقها وأعطاها غير مستحقها، توعده بالنار والعذاب المهين. وذلك في قوله تعالى تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قد جاءت السنة المطهرة بمزيد بيان لهذا الفن، حيث قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا الفن وتعليمه. قال صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وقال صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبوض
والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما. ففي هذه الأحاديث الترغيب في تعلم الفرائض، فهي توصي وصية خاصة بعلم الفرائض، ولعل من الحكمة في الحث على تعلمه مع ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كونه ينسى أنه علم توقيفي لا مجال للرأي فيه، فلا بد من أخذه عن طريق التلقي والرواية. وقد اختلف العلماء في معنى كونه نصف العلم كما جاء في الحديث، فقيل المراد بالنصف هنا أحد القسمين وإن لم يتساويا، فالفرائض قسم من العلم وبقية العلوم قسم آخر أكثر منه، وسمي نصف العلم لأنه أحد قسميه وتنبيها على أهميته. وقيل جعل نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم، لأن كلا يموت فيحتاج إلى علم الفرائض لقسمة تركته. وقيل لأن الناس لهم حالتان، حالة حياة وحالة موت، والفرائض تتعلق بحالة الموت، وبقية العلوم تتعلق بأحكام الحياة. وقيل لأن أسباب الملك نوعان، أحدهما اختياري وهو ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوهما، والثاني من أنواع التملك قهري وهو ما لا يملك رده وهو الإرث، والله أعلم. ولقد اهتم علماء الإسلام سلفا وخلفا بهذا العلم، فكانوا يكثرون من مذاكرته وتعلمه وتعليمه، ويؤلفون فيه مؤلفات مستقلة، كما أنهم يبحثونه أيضا ضمن المباحث الفقهية فيجعلون له حيزا كبيرا من كتب الفقه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بهذا العلم حتى مهر فيه كثير منهم، واشتهروا بحل معضلاته وتوضيح مشكلاته، منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وقال أيضا: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. وقال أيضا: تعلموا الفرائض والنحو والسنة كما تعلمون القرآن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أن معناها إن لم تأخذوا الميراث كما أمركم الله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فدلت الآية على خطورة إهمال هذا العلم ونسيانه، وأن ذلك يجر فتنة وفسادا كبيرا في الأرض. فجدير بالمسلمين اليوم أن يهتموا بهذا العلم كما اهتم به سلفهم، وأن يحفظوا فيه وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيجعلوا له قسطا كبيرا من حصص الدراسة في مختلف مراحلها، ومن حلقات العلم في المساجد، لئلا ينقرض وينسى فيضل الناس في تقسيم مواريثهم. إنه يجب على المسؤولين عن خطط التعليم ومناهج الدراسة أن يولوا هذا العلم عناية خاصة للإبقاء عليه وتنميته وتشجيع الطلاب على دراسته، وأن لا يكتفوا بمجرد وجود اسمه في المنهج من غير عناية به ومتابعة له، أو يقللوا من حصصه ويضايقوه بمواد أخرى لا تحمل أهميته، بحيث لا يأخذ هذا البحث مجاله المناسب. يجب أن يعطى من الوقت ما يكفي، ومن العناية والاهتمام ما يستحق، ويول هذا العلم اهتماما خاصا وبارزا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.